اليوم كنشوفوا المئات ديال مرضى السرطان داخل دار الشباب العجمة. واش ماشي من حق هاد مرضى السرطان يكون عندهم ابسط شروط، وهو مركز يستقبلهم، يكون فيه الاستماع، تكون فيه المواكبة، يكون فيه التحسيس، التوعية؟ هاد الاخصائيين كلهم من على كتشوفوا اليوم نصف يوم كامل وكنبقاو حتى الليل. شفتوا دابا المئات ديال المرضى اللي كاينه في هاد نص نهار ديال السبت. حنا كنشوفوا مثلا ان جمعيه طموح كتبذل مجهودات جباره، ولكن هاد المجهودات راه ما كتبانش. ملي كنشوفوا مثلا، انا كنشوف واحد العدد كبير ديال المرضى، هاد المرضى راه خصنا مراكز للاستماع والتوجيه والمواكبه. حنا كجمعيه واعدونا مسؤولين في جهه الدار البيضاء الصلاة، وعدنا عمده مدينه الدار البيضاء بمركز، وعدونا بانهم يدعموا الادويه الخاصه بمرضى السرطان، وعدونا يعني السيده من نائبه العمده المكلفه بالقطاع الاجتماعي السيده مريم ولهان عطاتنا وعود، وهي يعني دائما في لقاء دائم مع جمعيه طموح كتجي كتشوف المرضى، كتشوف اشنو المعاناه ديالهم، مسكينه كتساعد باللي قدرت عليه، ودارت زيارات للربعين، شافت حتى الخصاص اللي فيه. يعني حنا ما جيتش نقولوا شي حاجه من عندنا، راه الدواء ديال 125 درهم ما كاينش في السبيطار، الدواء ديال 2.5 مليون ما كاينش، الدواء ديال 14000 ريال ما كاينش، الدواء ديال 9000 ريال ما كاينش. يعني ملي كتشوف هنايا ان ادويه كتغيب على مراكز العلاج، كتشوف رونديفوات ومواعيد بسنه وبست شهور وبثمان شهور، هاد الناس واش كنحكموا عليهم بالموت؟ ملي كنشوفوا مثلا جمعيه كتناضل على مرضى السرطان، مريض السرطان كاين، تخيلوا حنا كننشطوا في دار الشباب، ودار الشباب شي مرات كيعيا المدير سي زموري الله يسهل عليه، كيعيا مسكين يحاول يوفر لنا غير الكراسي هما الاخرين، كتلقى ان العدد يفوق الكراسي. راه المئات ديال المرضى كتجي اسبوعيا، المئات، وانتم شفتوا الحصه معاش بدات، وها حنا باقيين القاعه عامره وتشوفوا كل شيء. يعني المئات ديال المرضى كتسنى وكتسنى. اليوم انا نعطيكم ما يثبت ان جايبين اشهادات وجايبين هاد المعاناه ديالهم، كاتبينها باشهادات ودايرين لها ليغاليزي. يعني ما بقاتش الامور، حنا الحمد لله راضيين بحكم الله وبالقضاء ديالو، ولكن ملي كنشوفوا بلادنا كدير مجهودات جبارة على قبل مرضى السرطان وتزيد تكمل. الله يرحم الوالدين. حنا ماشي تنقولوا تنفيو المجهودات اللي كتبذل بلادنا من اجل هاد المرضى، بلادنا دارت خطوات كبيره، ولكن نزيدوا نعاونوا، لان جماعه الدار البيضاء اليوم كنشوفوها كتعاون مرضى القصور الكلوي، كنشوفوها كتعاون مرضى السكري، كنشوفوها كتعاون مثلا الادمان، المرضى النفسيين، وكتعطي الملايين ديال الدراهم سنويا. حنا بغيناها تدعم، ما كنقولش لا دعمينا حنا كجمعيه، دعمها غير مركز محمد السادس لعلاج مرضى السرطان بالادويه. ما يوقفش الدواء لمريض السرطان، مريض السرطان كيموت. حنا واحد العدد ديال الوفيات في جمعيه الطموح في الاشهر الاخيره، يعني بسبب انقطاع الادويه، بسبب المواعيد الطويله، بسبب هذا المشكل اللي كان عندهم ديال المؤشر وديال لامو، هذا الشيء بزاف. حنا الحمد لله بس فتح لنا واحد الباب ديال الولايه جهه الدار البيضاء اسطاس في ورش الحمايه الاجتماعيه، المسؤول على الحمايه الاجتماعيه دابا واقف معنا. واحد العدد ديال المرضى بداو كيمشيو يديروا سكانيرات ديالهم والراديوات ديالهم، ولكن هذا راه ماشي كلشي المرضى. حتى المديريه الجهويه ديال الصحه راه مساندانا، ولكن راه العدد ديال المرضى يفوق هذاك الشيء اللي كندفعوا. راه الاحتياجات ديالهم كبيره بزاف. بغينا هاد الناس اولا جمعيه الدار البيضاء دعم مركز محمد السادس لعلاج مرضى السرطان بالادويه، وما يبقاش يكون شي دواء خاص لمريض السرطان. ملي كتقول لي مريض السرطان عم ما شربتش الدواء، يعني راه حكمتي عليها بالموت، راه المرض سينتشر في الجسد ديالها. ملي كنشوفوا مثلا جمعيه من 2016 وحنا خدامين على مرضى السرطان، المئات ديال المرضى كيجيو اسبوعيا وعندناش حتى مركز، راه كندور هادي شي حاجه ابسط الاشياء، كنديروا التحسيس، كنديروا التوعيه، كنديروا الدعم النفسي، كنديروا الاستشاره الطبيه، الاستشاره القانونيه. كنظن حنا ما كنعرفش نديروا لهم حتى التمكين الاقتصادي ونعيشوهم بكرامه، يعطونا غير مركز، ما طالبين شي حاجه كبيره، وهذا الشيء وعدونا به. كنتمناو حنا كننتظروا وكنتسناو هاد الوعود ديالهم، تم الاستجابه ديالهم لهاد المطالب ديالنا، لان العمده ديال الدار البيضاء راه خرجت عندهم بنفسها، كتقول لهم ندعموا الادويه، غادي نعاونوكم، غادي نعطيكم مركز. هاد الشيء راه فهمتي، يعني ماشي كيحس في نفسي كماما حسناء رئيسة جمعية الطموح، ولكن راه كنا كمرضى سرطان كنعانيو. كنتمنى الاستجابة ديال المسؤولين.